ليس انخراطا مزاجيا وليس انخراطا مناسباتيا وليس انخراطا فقط من اجل وقفه، لكن هو ايمان راسخ وبالدرجه الاولى وعي يجب ان يتكون وان يحدث لدى المحامي والمحاميه هذا الوعي. هذا معركتنا ليست من اجل المسطره المدنيه فقط، معركتنا ليست من اجل القوانين الجائره، من اجل المشاريع القوانين التي لا تعبر حقيقه على 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 الوضع المتقدم التشريعي للمغرب. ليس من اجل الضرائب فقط، وليس من اجل هذه الهجمه التي اسسناها ايضا في الاونه الاخيره من خلال المراسلات التي توصل بها المحامين والمحاميات بين الفئه والاخرى وفي جميع ربوع الوطن حول تشجيرهم عنوه وبقوه الاشياء في نظام غريب، في نظام ليس منا، في نظام لم نختاره نحن. إذن هذه محطة كما تم التبليغ عنها من خلال بلاغ جمعية هيئة المحامين بالمغرب وكذلك بلاغ مجلس هيئة المحامين بطنجة والدورية التنظيمية للسيد نقيب، هي محطة من المحطات في إطار المسلسل التصاعدي الاحتجاجي الذي سطرته جمعية هيئة المحامين وهيئة المحامين بطنجة كذلك، واللي عرفت الحضور ديال السادة النقباء والسادة أعضاء المجلس والمحاميات والزملاء والزميلات بهيئة المحامين بطنجة وخارجها. هو مسلسل ايضا يتوج الكثير من العمل الدؤوب والكثير من المساعي التي اجريت في باب الاشراك المحامين وكذلك في اطار الترافع على الملف المطلبي الشامل الغير القابل للتجزئة الذي تحوزه جمعية هيئات المحامين بالمغرب والتي فيه الكثير من المطالب فيها ما يهم مشاريع القوانين، مشروع قانون المسطره المدنيه ومشروع قانون المسطره الجنائيه وكذلك قانون مهنه تنظيم مهنه المحاماه، وفيها ايضا ما يتعلق بالتضريب وما يتعلق بالتعاضد وما يتعلق بالكثير من القضايا التي تاخذ من اهتمام المحامين والمحاميات. طبيعة الحال هذه الوقفه هذه كانت في اطار 15 يوما اسبوعين كاملين من 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 مقاطعه جلسات الجنايات بغرفتيها ومقاطعه الصناديق القضائيه كذلك. الخميس اليوم، الخميس المقبل ايضا وقفه هنا في نفس المكان وفي نفس الزمان حول نفس المطالب التي كما قلت هي مطالب لا تقبل التجزئه وغير قابله ايضا للمساومه. لا زلنا ننتظر مساعي الحوار ومساعي اسماع صوت المحامي والمحامية، وهي طبيعة الحال ليس رجاء لكنه نعتبره حقا لنا في اسماع صوتنا وفي كذلك يعني فهم محامي وجهة نظره التي مع الأسف الشديد تم استبعادها من غير مبرر كان ومن غير حتى يعني سبب يعني من الأسباب التي يمكن الارتكان إليها لاستبعاد المحامي من خلال هذه الدينامية التشريعية. وقفنا أيضا على إحساس المحامي بالمسؤولية تجاه المواطن من خلال بعض التشريعات التي تمس بالمساواة مواطن أمام القانون وكذلك تمييزه على أساس وضعيته المالية ومقتضيات أخرى يعني غير دستورية مضمنة في بعض نصوص مشاريع القوانين. فهذه الوقفة هي وقفة أيضا للوقوف على الذات ولاستنفار هذه الإرادات من داخل هيئة المحامين بطنجة لقصد هذا المحرار نقولوا حنايا ديال المحامون ومدى استعدادهم المستمر للقيام بهذه الوقفات وهذه يعني الدخول في هذه المحطه النضاليه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.